احنا المتعه ديالنا هو ملي كتمتعوا نتوما، الفرحه ديالنا هو ملي تفرحوا نتوما. شخصيا فرحني بزاف انني نشوف هاد العلاقه اللي كاينه ما بين المغاربه اللي كيعيشوا هنا في موريال ومع الفنان المغربي. فانا نظن بانه اي فنان جل موريال وجل هاد نتمنى انهم يجيوا للدوره الثانيه، فبدون شك انهم غادي يكونوا فرحانين بهذا الاستقبال، لانه استقبال حار كما كنقولوا، واستقبال فيه كتحس فيه واحد المحبه وفيه واحد يعني كاين واحد الغيره عندهم حتى على 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 وطنهم، على السينما، على الفن في البلاد. يعني كيتمناو لو انه تزيد تطور اكثر واكثر، وهذا الشيء يعني يتلج الصدر. يعني ملي كتلقى هاد الناس اللي كيعيشوا هنا بشحال باش بعاد علينا، ولكن يعني عندهم واحد الشوق كبير لانهم يشوفوا الاعمال المغربيه وكيف تاخروا بها وتيحبونا بواحد الشكل كبير، وهذا شيء انا اسعدني بزاف. هذا حاجه كتكمل حاجه يعني الاخراج كيكمل التشخيص، والتشخيص كيكمل الاخراج، و يعني اللغه باش مكتوب، يعني الدارجه اللي مكتوب بها حتى هي كتلعب دور ديالها. يعني الكتابه كنقول سيناريو، بانه كاينه فكره وفكره مهمه جدا، ويعني كنشوفوا كيفاش انه واحد ثلاثه او ديال القصص كيفاش انها تشخصات. يعني الطريقه ديال التشخيص كذلك، يعني كلهم مشخصين اللي شاركوا يعني لعبوا الادوار ديالهم بواحد الشكل كبير وبواحد الصدق. وهذا كله يعني كيف قلت حاجه كتكمل حاجه، تخصص كيكمل تخصص، وهذا هو اللي عطى هذا العمل هذا اللي كنشوفه. يعني كانت واحد تحدي كبير، لانه العمل هذا يعني انتاج ديال سي عبد القادر بوزيد، فلهذا كانت عندنا هذه الرغبه ديال اننا نعطيو عمل في المستوى. علاش؟ لانه كنا كنفكروا انه نشجعوا المنتجين يعني الخواص انهم يدخلوا لهذا الميدان هذا. فلهذا نتمنوا انه اي واحد دخل الا ودار عمل الا وينجح ليه جماهيريا، يعني غيشوفوا الجمهور وكذا، وهذا الشيء اللي غادي يكون في حد ذاته هو واحد الاضافه للسينما في المغرب. اول حاجه بعدا حنا كنا كنفكروا يعني نقربوا السينما المغربيه من الجاليه المغربيه هنا بالديار الكنديه، ومطبعه الحال ملي جبنا هذا الفيلم هذا، مطبعه الحال فكرنا في الممثل الاول اللي هو محمد اخويي، ولهذا حنا اختاريناه باش يكون في الدوره الاولى، التكريم ديالو في الدوره الاولى من الايام السينما المغربيه بموريال. ويعني كان واحد التجاوب كبير مع الفيلم، وكيف شفتوا يعني الناس ما مشاوش، يعني بقاو حتى سال الفيلم. انا سعيد وانت نتواجد هنا بموريال في كندا من اجل المشاركه في الملتقى السينمائي اليوم السينما المغربيه، وهذه مبادره طيبه، مبادره جيده، لان هي خلقتنا واحد الفرصة تنتواصلوا مع الجمهور الجالية المغربية هنا في كندا. وبهذه المناسبة نشكر القائمين على هذا اليوم، هدى حجي وسي حميد بناني، اللي بصراحة تنشكرهم بزاف، كانوا اتصلوا بنا باش نشاركوا في الملتقى هذا من بعد ما الفيلم بيروفاس دا جائزة أحسن فيلم إفريقي بكاليفورنيا بسيليكون فالي. تبقى الموضوع الأساسي للفيلم هو الخيانة الزوجية، وتطرح واحد السؤال، علاش حنا في المجتمعات العربية ومن المجتمع المغربي، علاش مثلا المرأة دائما تسامح الزوج لما تلقى تيخونها، ولكن الرجل ما عمره تسامح الزوجة؟ هذا هو السؤال اللي تطرحت الفيلم من خلال ثلاث قصص، يعني تختلف في الحكاية، تختلف في الرواية، ولكن تلتقي في الموضوع اللي هو الخيانة الزوجية. أنا كنشوف القوة ديال الفيلم في التجاوب ديال الجمهور مع الأحداث ديال الفيلم، بحيث من اللحظات الأولى كنحس بهذاك التجاوب، وفي نهاية الفيلم كلهم الناس اللي تفرجوا في الفيلم وكنت حاضر كيهضروا على الطريقة ديال الاشتغال ديال
باش اشتغلنا على الفيلم من ناحية الإخراجية، من ناحية ديال التمكن من الصورات، الطريقة ديال الحكي، الكتابة ديال السيناريو، الأحداث كيفاش تسردات. إذن كان واحد المجموعة ديال العوامل اللي خلت الجمهور يكون رد الفعل ديالو إيجابي، وهذا هو اللي كيساعدنا حنايا بحيث الجميل في هاد يعني في هاد العملية ديال التجاوب ديال الجمهور مع الفيلم اللي كيعطيه قوة. هو الوقت اللي مشينا عرضناه في كاليفورنيا في سيليكون فالي في فيستيفال الأفريكا، وخدا الجائزة الأولى ديال أحسن فيلم نغاتيف إفريقي، وكان التجاوب ديال الجمهور واخا سوتي تري اون انغلي كان نتبعو مزيان، ونفس ردود الفعل ديال سواء الهمسات ديال الجمهور او لحظات ديال الضحك، يعني لحظات ديال التجاوب ديال الجمهور كانت نفسها.